دعاء الليلة الثامنة والعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا خازن الليل في الهوى وخازن النور في السماء ومانع السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وحابسهما أن تزولا. يا عليم يا عظيم يا غفور يا دائم يا الله يا وارد يا باعث من في القبور. يا الله يا الله يا لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إلي والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله.